هنا لاحظوا أبنائي، ركزوا، لو ندقق إلى هذا الشعاع، إلى هذا الشعاع اللي هو هذا، وماذا؟ وجي سي، ها هو جي والسي، لاحظوا كيف هما يا أبنائي، لو ندقق نلاحظ أنهما متعامدان، معناه جداء سلمي. كم يساوي لنا؟ يصبح يساوي لنا طاولة الأول اللي هي أ في طاولة الثاني في كوس كم؟ بي على اثنان، وتساوي لنا أكيد إذا هذا يعطي لنا الصفر في هذه، إذا تساوي صفر. إذا الجداء السلمي لدي بي سلمي جي سي أعطى لنا أبنائي صفر بهذه البساطة. معناه هنا ما علينا إلا احترام قواعد ماذا أبنائي؟ قواعد الإسقاط التي تحدثنا عليها، وها هو أبنائي قانونها الذي عليكم به فقط بهذه البساطة. الآن أبنائي سوف نقوم باستخراج إحداثيات النقط من الشكل. لاحظوا، قال نختار المعلم A وA B وA D وA E، ها هو المعلم، لاحظوا جيدا هنا أبنائي كي تتعلموا، ها هو المعلم. هذا المعلم لو ندقق فيه هو يشبه المعلم هذا نفسه، إذا قلنا هنا O اللي هي بداية المعلم، وهذا E، وعندنا G، وعندنا K، هذا هو معلم في الفضاء. معناه هو كأنما يصبح ماذا؟ يصبح الأو الأ هو ماذا؟ هو الأو بداية المعلم، والإي هو الأبي، والجي اللي هو هذا محور الإكس، وهذا محور الإيغريك، وهذا محور الزد. يعني هنا إذا قال هنا أبي، ما معناها أبي؟ معناه يصبح هذا هو الإي أبي، وعندنا كذلك ماذا؟ وعندنا A D، ها هو أمامكم A D، وعندنا A E، هذا كذلك. إذن وكأنما هنا لاحظوا، هنا الإكس، وهنا الإيغريك، وهنا الزد بهذه البساطة. الآن ماذا قال؟ قال عين إحداثيات كل رؤوس هذا المكعب. نتابع جيدا كي نعين إحداثيات هذا المكعب أبناء رؤوسه. معناه أول نقطة نبدأ بها اللي هي الآ. الآ هي بداية المعلم، ها هي أمامكم، لا تقع على أي محور، هي تقاطع كل المحاور. معناه يصبح إحداثيها ماذا؟ صفر وصفر وصفر، هذه النقطة آ. نأتي الآن إلى النقطة بي. لو نلاحظ إلى النقطة بي أبنائي، ها هي النقطة بي، إذا هي هذه، لو نسقطها الآن على محور الفواصل تصبح الطول كم؟ قال هو يعني يكون طول أو طول ضلع هذا المكعب، لاحظوا كم؟ A، معناها تصبح إحداثيها هي الA، لأن تقع على محور الفواصل، معناها الطول من هنا إلى هنا هو الA. ركزوا أبنائي، إذا A، أما بقية على بقية المحاور لا تقع، إذا تصبح صفر وصفر، لأنها تقع أبنائي على محور واحد اللي هو محور التراد الفواصل فقط. عندنا الآن النقطة ماذا؟ النقطة، نأتي إلى النقطة دي قبل أن نأتي إلى النقطة الأخرى. دي، لاحظوا إلى النقطة دي، هي تقع أبنائي على محور التراتيب فقط، والطول كم يكون؟ يكون من هنا إلى هنا، أكيد يكون A، إذن تصبح هنا صفر، وهنا A، وهنا صفر، لأن تقع على محور التراتيب فقط. الآن نأتي إلى النقطة الأخرى، إلى النقطة E. لاحظوا النقطة E أبنائي، هي تقع على محور ماذا؟ إذن هنا النقطة E اللي هي ماذا؟ تقع على محور ماذا أبنائي؟ على محور زد، ها هي أمامكم هكذا، والطول هذا من هنا إلى هنا كم أبنائي؟ A، معناه تصبح النقطة E صفر وصفر وماذا؟ و A. لماذا A؟ لأن الطول قلنا من هنا إلى هنا هو الA، هذه فيما يخص هذه النقاط. الآن نأتي إلى بقية النقاط أبنائي. الآن في بقية النقاط نتابع جيدا. عندنا ننطلق الآن إلى النقطة ماذا؟ النقطة C. ركزوا، هذه هي النقطة C. النقطة C أولا لا تقع على أي محور كان، إذا تسقط هكذا تصبح ماذا؟ ركزوا أرجوكم، إذا تصبح C الآن من هنا إلى هنا كم؟ A،
ثم تأتي كذلك من هنا وتقوم بالإسقاط هكذا على محور Y. كم تصبح أبنائي؟ تصبح A. أما على محور Z لو نكمل هنا، لو تأتي على محور Z لاحظوا كم تصبح؟ تصبح صفر. لماذا؟ لأنها لا تقع لا تعلو بأي مسافة كانت. لو كانت تعلو هكذا يمكن أن يكون لها قيمة، لكن لم تعلو بعد. الآن نأتي إلى النقطة ماذا؟ نأتي إلى النقطة F. ها هي النقطة F أبنائي، لاحظوا هنا هذه النقطة F لو تسقط هكذا إسقاطا عموديا هنا أين تقع؟ تصبح F على محور X، لأن هذا قلنا X وهذا Y وهذا Z. كم؟ A. الآن على المحور Z لاحظوا، ها هي الآن على محور Z كم أبنائي؟ أكيد تكون هنا A. بقي لنا على محور ماذا؟ على محور Y، لاحظوا لا تسقط على Y كم تكون؟ أكيد سوف تكون صفر فقط. الآن نأتي إلى النقطة H. ها هي النقطة H أبنائي، لو تسقط هكذا، ها هي أمامكم H. إذن تصبح لاحظوا هكذا على Y كم؟ A. الآن نأتي على Z، ها هي تأتيكم هكذا على Z كم أبنائي؟ أكيد A. بقيت لنا على محور، لاحظوا لو تأتي على محور الفواصل تسقط مباشرة على الA يصبح صفر، ها هي أمامكم. بقيت لنا النقطة الأخرى أبنائي، النقطة اللي هي النقطة جي التي لا تقع على أي مستوى كان، إنما هي تقع في الفضاء، ها هي أمامكم. نقوم الآن بتعيين إحداثية، ركزوا أرجوكم. إذا نقول هنا جي ماذا يصبح إحداثية؟ هنا أولا تأتي هكذا تنزل لا تقع على أي مستوي ثم تتجه هكذا، كم تصبح أبنائي؟ يصبح A. ثم بنفس الخطة تأتي إلى هنا إلى D إلى C ثم تذهب هكذا، كم تصبح أبنائي؟ أكيد سوف تصبح A. ثم هكذا بعدما كانت تأتي النقطة إلى هنا سوف تأتي هكذا ثم تتجه هكذا بالإسقاط العمودي، كم تكون على الزاد؟ أكيد سوف تكون A. هذه هي إحداثيات النقط يا أبنائي، لأن هنا طول هذا المكعب كانت A. لو كانت مثلا طوله واحد في كل مكان من هذه الإحداثيات، أينما نجد A ونضع هنا واحد، مثلا هنا واحد وهنا واحد هنا واحد هنا واحد 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 وهنا الواحد وهنا الواحد وهنا الواحد وهنا الواحد وهنا الواحد وهنا الواحد، إذا كان الطول هذا هو أبنائي هو الواحد. بهذه البساطة المطلقة تعلمنا كيفية إيجاد إحداثيات النقط من هذا الشكل. الآن أبنائي سوف نتحدث عن المعادلة الديكارتية لمستوي في هذه الحالة، حيث معرف بنقطة وشعاع ناظمي. ركزوا أرجوكم لهذا الشيء. عندنا النقطة، ما هي النقطة؟ إذا سمينا قلنا ها هي النقطة مثلا نقطة A تنتمي إلى هذا المستوي P، هذه نقطة. وعندنا كذلك شعاع ناظمي، معناه يكون هكذا نسميه مثلا N. لاحظوا حيث يشكل زاوية، كيف هي زاوية؟ زاوية قائمة مع هذا المستوي هكذا كما تلاحظون. وعندنا نقطة M تنتمي إلى هذا المستوي M، إحداثيها أكيد الآم إحداثية أبنائي X والإجراج والزاد، لأن نحن في الفضاء. ماذا تقول القاعدة؟ تقول هنا بما حتى يعين بالمستوي بنقطة وشعاع ناظمي، يجب أن يكون هذا الشعاع أبنائي هذا الشعاع وهذا الشعاع يكون متعامدان، يعني يمكن أن نقوم بإزاحة هذا الشعاع نضعه مثلا هنا
إجراء انسحاب عليه، ونقول أنه أن، يعني يشكل ماذا؟ يشكل زاوية قائمة. معناه لتعيين ذلك نتابع. قال كل معادلة في الفضاء، كل مستوي له معادلة في الفضاء، معادلة ديكارتية من الشكل ماذا؟ A x زائد B y زائد C زائد D، حيث A و B و C ليست كلها منعدمة، يعني لا يجب أن تكون منعدمة كليا، تنعدم واحدة. وان ذو المركبات الآن اللي هو الشعاع الناظمي إحداثية مركبته A و B ماذا و C، يسمى شعاعا ناظميا عموديا على هذا المستوي بكل بساطة. الآن معناه يصبح هذا الشعاع ناظم على أي شعاع كما تلاحظون، يكون ناظم على أي شعاع كما ألمحنا هكذا، يشكل معه زاوية قائمة هذا الآن. الآن يعني كيف يمكن نأخذ مثال لتكون مثلا نقطة A ذات الإحداثية مثلا واحد واحد واحد، ويكون شعاع ناظم مثلا عندنا ذو المركبات 2 و3 و1، ويقول أوجد ماذا؟ معادلة ديكارتية للمستوي الذي يشمل A و N شعاع ناظم له. هنا عندنا الخطة ماذا تقول؟ لاحظ تقول تمييز، تقول U شعاع غير معدوم و A نقطة من الفضاء، مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق، لاحظوا ماذا تحقق أبنائي، تحقق N، ركزوا N، ها هي إليكم N سلمي AM تساوي الصفر، معناه الجداء السلمي يساوي الصفر، معناه 90 درجة كما كنت أشير هنا وهنا باللون الأحمر، هي المستوي P الذي يشمل A و N شعاع ناظم له. معناه بهذه الخطة، معناه ما علينا الآن أبنائي إلا أن نطبق هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ هي ان سلمي ام يساوي الصفر، لان الزاوية بينهم 90 درجة. ما معناه؟ ما نصبح انها هكذا ان، ما هي ان قلنا هي 2 3 ماذا؟ 1 سلمي مركبات، قلنا الام هي الاكس والايغريك والزاد ناقص 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 احداثية ماذا؟ احداثية الا، ها هي اللي هي 1 1 1 هكذا تساوي الصفر، والجداء السلمي هنا. ماذا يقول قاعدة؟ تحدثنا عن الجداء السلمي، قلنا أنه الإكس هذا في هذا، معنى أصبح لنا 2 في إكس ناقص 1 زائد هذا في هذا اللي هو 3 في إيغريك ناقص 1 زائد 1 في زاد ناقص 1 تساوي الصفر. ثم ما علينا إلا إكمال، لاحظوا تصبح ننشر هذا في هذا تصبح 2 إكس ناقص 1 عفوا ناقص 2، وهذا في هذا تصبح زائد 3 إيغريك ناقص 3 زائد زاد ناقص 1 يساوي الصفر. ماذا ينتج أبنائي؟ لاحظوا سوف ينتج 2 إكس زائد 3 إيغريك زائد زاد، ثم عندنا هذا مع هذا كم؟ ناقص 5 مع هذا ناقص 6 يساوي الصفر. ها هي المعادلة الديكارتية للمستوي P الذي يشمل ماذا؟ يشمل النقطة A وان شعاع ناظم له فقط. الآن أبنائي هذه يعني حتى تعلموا ذلك، والشعاع الناظمي قيمه هي القيم المضروبة هنا في المجاهيل، ها هي أمامكم 2 و3 و1، هي نفسها التي تلاحظونها هنا. الآن لو أعطي لنا مثلا هذا المستوي أي كيف يكون شعاع ناظم له، لاحظوا مثلا أعطي لنا 2 إكس زائد زاد يساوي الصفر، ما هو الشعاع الناظمي؟ شعاع ناظمي آن هو القيمة المضروبة في الإكس 2 وفي الإيغريك لا يوجد وفي الزاد 1، هذا هو الشعاع الناظمي. مثلا يعطي لنا لاحظوا إكس زائد 1 يساوي الصفر، ما هو الشعاع الناظمي؟ آن يساوي القيمة المضروبة في الإكس هي 1 والإيغريك لا يوجد والزد لا يوجد، ها هي أمامكم. عندنا كذلك ناقص 3 زاد زائد 2 يساوي الصفر، ما هي الشعاع الناظمي؟ آن يساوي 0 0 ناقص 3، هذه هي مركبات هذا الشعاع الناظمي في هذه الحالة فقط أبنائي. الآن أبنائي سوف نتحدث عن المستويات الخاصة في الفضاء.
ما معنى المستويات الخاصة في الفضاء؟ معناه مستويات عندنا هذا، لاحظوا هذا محور الإكس، وعندنا هذا محور ماذا؟ الإجراج، وعندنا هذا عفوا، وعندنا هذا أبنائي محور ماذا؟ الزاد. لاحظوا هذا هما المحاور الثلاثة، وعندنا هنا نقول O، وهنا E، وهنا G، وهنا K. الآن ما هو المستوي هذا؟ مثلا ما هي معادلة هذا المستوي أبنائي؟ لاحظوا جيدا هذا المستوي ما هي معادلته؟ هذا المستوي عفوا، هذا المستوي الذي أقوم هنا، هذا المستوي ما هي يا أبنائي معادلة هذا المستوي؟ معادلة هذا المستوي بكل بساطة هي هو المستوي ماذا؟ أوكس إكس أو إيغريك، إكس أو إيغريك هكذا. معناه أو إكس أو إيغريك هو نفسه ماذا؟ هو أو إي وجي هكذا، أو إي وجي، ها هو واحد وها هو اثنان والنقطة أو. يصبح لنا بكل بساطة معادلته هي زاد يساوي الصفر. زاد أبنائي يساوي صفر. ذو الشعاع الناظم آن كم؟ صفر وصفر، والقيمة المضروبة في الزاد كم؟ واحد. بهذه البساطة. الآن بعد ما أكملنا مع ذلك سوف نأتي إلى الشيء الآخر، إذا المستوي الثاني. إذا جئنا الأبناء إلى هذا المستوي، لاحظوا هذا المستوي لو نلاحظه ما هو؟ هو عندنا قلنا O و E و G و K. المستوي هذا يحصر بماذا؟ يحصر ب O و G ماذا؟ و K، اللي هو ماذا هو أبنائي؟ لاحظوا هو هنا قلنا الإيغريك، وهنا الأو، وهنا الزاد، يصبح لنا إيغريك أو زاد. دائما المعادلة هي الحرف الذي ينقص. ما هو الحرف الذي ينقص؟ ينقص الإكس، إذا معادلته هي إكس يساوي الصفر. ذو الشعاع الناظم آن، ما هو أبنائي؟ إذا قلنا آن أو، يصبح شعاعه الناظم بكل بساطة هو هذا، هو اللي هو الإي، ها هو يصبح وكأنما هو الإي، شعاع الناظمي هو الإي. ذو المركبات واحد صفر وصفر. في الأول هذا الذي تحدثنا عليه، هذا ما هو شعاعه الناظمي؟ شعاعه الناظمي هو هذا اللي هو الكا، هذا اللي هو قلنا عليه إكس أو إيغريك، يصبح شعاعه الناظمي هو الكا. ذو المركبات صفر صفر واحد. الآن نأتي إلى الحالة الأخيرة، نتابع جيدا. قلت هذه عليكم بفهم هذه المستويات الخاصة. عندنا كذلك هذا المستوي، لاحظوا ها هو مستوي أبنائي، هذا المستوي لو نلاحظ هو مكون من ماذا؟ أكيد هو مكون من هذا الشعاع ومكون من هذا الشعاع. إذا ماذا يصبح؟ يصبح هو O وماذا؟ و E ماذا؟ و K. لو هذا بما يخص بالأشعة. الآن لما نتحدث عليه بالنقاط يصبح ماذا؟ يصبح إكس أو زد. ماذا ينقص يا أبنائي؟ أكيد ينقصنا الحرف إيغريك، إذا يصبح معادلته إيغريك يساوي صفر. ما هو شعاع التوجيه للشعاع الناظمي لهذا؟ هو هذا يا أبنائي. ما هو هذا؟ اللي هو بكل بساطة هو الجي. إذا هنا يصبح شعاع التوجيه الناظمي له هو جي. ذو المركبات صفر وواحد ماذا؟ وصفر، لأن هنا الإيغريك موجود اللي هو الواحد. بهذه البساطة المطلقة أبنائي، وها هي أمامكم بكل بساطة. لاحظوا مثل ما كنت أتحدث سابقا، إذا معناه هنا الشعاع الناظمي لهذا الأول هذا اللي هو صفر صفر واحد، وهذا واحد صفر، لاحظوا صفر، وهذا اللي هو صفر واحد صفر، يعني الإيغريك موجود مضروب فيه واحد، وهنا الواحد وهنا الواحد. هذه هي المستويات، تسمى أبنائي المستويات الخاصة، احذروا منها فقط. الآن أبنائي نتحدث عن توازي وتعامد مستويان في الفضاء. أولا ننطلق بالتوازي،
إذا أول واحد اللي هي المرحلة الأولى اللي هي التوازي. ندقق جيدا هنا في الشكل، لاحظوا ها هو مستوي بي ومستوي بي فتحة. لو ندقق حتى يكون هذا المستوي بي يوازي بي فتحة، لو ندقق ما هي وضعية أبنائي، ما هي وضعية الشعاعان حتى يكون متوازيا، ها هي أمامكم. إذا يكون أن يوازي أن فتحة، أي ماذا؟ أي بي، قلت بي يوازي بي فتحة إذا كان أن يوازي أن فتحة، معناه يكون مرتبطا خطيا، معناه أن يساوي ماذا أبناء؟ يساوي لنا كا في أن فتحة فقط. لاحظوا ها، لاحظوا إلى هذا مع هذا، يجب أن يكون كيفهم مرتبطان خطيا. لاحظوا ها هي أمامكم كيف الشكل، الارتباط الخطي، هذه فيما يخص الارتباط الخطي. يكون مستويان متوازيان إذا كان شعاعان مرتبطان خطيا. نأتي إلى التعامدية، كذلك ما التعامدية، ركزوا هنا، ها هو مستوي بي، ها هو مستوي بي، وها هو مستوي بي فتحة، حتى يكون متعامدان، يعني يشكلان ماذا؟ زاوية قائمة، ها هي إليكم. كيف تكون وضعية الشعاعان يا أبنائي؟ ركزوا، ها هو الشعاع الأول، وها هو الشعاع الثاني، هي أشعة ناظمية، يشكلان بينهما زاوية قائمة، معناه يجب أن إذا بي يعامد بي فتحة، أي أنه أن سلم أن فتحة يجب أن يكون يساوي الصفر فقط بهذه البساطة، وها هي عندنا القانون. بي لاحظوا بي وبي فتحة مستويان، أن وأن فتحة ناظميان لهما على الترتيب، بي يوازي بي فتحة معناه يوجد ك عدد حقيقي، حيث ماذا قلنا؟ لاحظوا أن يساوينا ك في أن فتحة، وبي يعامد بي فتحة معناه الجداء السلمي كم يساوي أبناء الصفر. سوف نقوم بإنجاز تطبيق، ها هو إليكم. قال من بين المستويات أذكر المتوازية وماذا والمتعامدة. ننطلق مع أولا في بي، أولا من بي هنا عندنا أن بي اللي هو الشعاع الناظمي للمستوي بي، ما هي قيمه أبنائي؟ لاحظوا قيمه هي القيم المضروبة في المجاهيل، هي ناقص واحد واثنان وواحد، هذا الأول. الآن أن فتحة، أن فتحة، لاحظوا ما هو الأن فتحة؟ لا نقول أن فتحة، نقول أن فت أن بي فتحة، لاحظوا حتى تكون الأمور جد واضحة، أن بي فتحة. ما هي مركبته؟ هي الواحد والناقص اثنان والناقص واحد. ركزوا هنا أبنائي، لو نلاحظ هل يعني أولا مرتبطان خطيا أم لا؟ لو نلاحظ هذا في ماذا نضربه حتى يعطينا هذا؟ أكيد نضربه في ناقص واحد. هل بقية العلاقة تحقق أم لا؟ نضع هنا ناقص واحد ونضع هنا ناقص واحد. ركزوا هل هما كيف؟ إذا اثنان في ناقص واحد يعطينا ناقص اثنان، وواحد في ناقص واحد يعطينا ناقص واحد، إذا حققت. إذا ماذا نقول؟ نقول أن بي كم يساوي أبنائي؟ يساوي ناقص واحد في ماذا؟ في أن بي فتحة. أي ماذا؟ أي بكل بساطة أن بي يوازي بي فتحة بهذه البساطة، لأن وجدنا علاقة بينهما. الآن بما أنهم متوازيان أكيد لا يكونا متعامدا. نأتي الآن إلى مثلا إلى هذا مع هذا، ندقق أن آر ما هي قيمه؟ هي اثنان وناقص، عفوا هي الواحد والناقص اثنان والواحد. أن آر فتحة مركبات هي اثنان وثلاثة وناقص أربعة، هل يوجد أم لا؟ هذا واحد نضربه في ماذا نتحصل على اثنان؟ نضربه في اثنان، نكتب هنا الاثنان ونكتب هنا الاثنان. نلاحظ اثنان ناقص اثنان في اثنان كم؟ يوجد لنا هي ناقص أربعة وهنا الثلاثة، إذن بكل بساطة أن آر
لا يوازي ان ار فتحه. اذا شرط التوازي غير موجود. بما ان هنا شرط التوازي غير موجود نجرب الان جداء السلمي بينهما. نتابع معناه ان ار فتحه. هذا في هذا كم ابنائي؟ اذا نقول ان ار سلمي ان ار فتحه يساوي هذا في هذا كم؟ اثنان. وهذا في هذا كم؟ ناقص ستة. وهذا ستة. وهذا في هذا كم أبنائي؟ هو ناقص أربعة. لو ندقق هنا وقلنا هذا في هذا كم؟ هذا في هذا اثنان، وهذا في هذا ناقص ستة، وهذا في هذا ناقص نعم ندقق. إذا هنا ناقص ستة، وهنا إذا هنا لا يساوي الصفر. إذا بي آر لا يعامد أبنائي آر فتحة. كما يمكن لنا أن نجرب مع ماذا؟ أن نجرب مثلا هذا الآن مع هذا، هل مرتبطان خطيا أم لا؟ تعالوا نقول لاحظوا هذا مع هذا. إذا قلنا الأول هو ناقص واحد اثنان وواحد اللي هو هذا لبي آن بي، نأتي الآن إلى آن آر. آن آر قلنا هي واحد وناقص اثنان وواحد. نلاحظ في الجداء الارتباط الخطي هل موجود أم لا؟ هذا نضربه في ماذا حتى نتحصل على هذا؟ نضربه في ناقص واحد. هذا نضع هنا الناقص واحد ونضع هنا الناقص واحد. هذا في هذا كم؟ ناقص اثنان. لاحظوا. وهذا في هذا ناقص واحد وهنا الواحد. إذا غير مرتبطان خطيا. الآن غير مرتبط، إذا هنا يصبح بي لا يوازي أبنائي ماذا؟ لا يوازي آر، لأنه قال المتوازي أو المتعامد والمتعامدة. الآن نأتي كذلك إلى أنه الآن نستعمل الجداء السلمي آن بي سلمي آن آر تساوي هذا في هذا كم؟ ناقص واحد. وهذا في هذا كم؟ ناقص أربعة. وهذا في هذا كم؟ واحد. لا يساوي، لا لاحظوا أنه هذا لا يساوي الصفر. إذا بهذه البساطة ونبدأ يعني في جهة نطبق الارتباط الخط اللي هو آن يساوي ك في آن فتحة هذا التوازي، وآن سلمي آن فتحة إذا وجدناه يساوي الصفر. هنا التوازي، وهنا ماذا أبنائي؟ وهنا التعامد فقط بهذه البساطة. الآن أبنائي سوف نتحدث عن شيء آخر. لاحظوا برهان أن ثلاث نقاط تعين مستوى معرف بمعادلة، يعني أعطى لنا المعادلة. لاحظوا إذا طلب منا أن نبين أن النقط A B C تعين ماذا؟ مستويا بي معرف بمعادلته، فيكفي أن ماذا؟ فيكفي أن نبين أبنائي أن النقط ليست على استقامية، أن إحداثية كل من هذه النقط تحقق المعادلة. مثلا ها هو عندنا مثال، لاحظوا جيدا، ها هو مثال أبنائي، ركزوا. أعطي لنا في هذا المثال ثلاث نقاط. أول شيء قلنا أنه يجب أن تكون النقط كيف هي؟ ليست على استقامية، معناه تعين لنا كما قلت تعين لنا مستوي، معناها يكون هذا الشعاع وهذا الشعاع غير مرتبطان خطيا. معناه هنا ما يرغم علينا هو حساب مركبات الآبي. سوف نقوم قلت بحساب مركبات الآبي، يجب أن يكون الأشعة غير مرتبطة خطيا. معناه يصبح لنا اثنان واحد واحد ناقص 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 واحد واحد صفر، هكذا تساوي لنا كم أبنائي؟ تساوي لنا واحد وصفر وواحد. هذا أبي. نأتي الآن إلى الأ سي، كذلك نكتب مركبة سي هي الأولى ناقص واحد والاثنان والناقص واحد ناقص 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 واحد واحد وصفر، تصبح تساوي لنا كم؟ ناقص اثنان وواحد، إذا قلت ناقص اثنان وواحد وناقص واحد. نلاحظ هل يوجد الارتباط الخطي، يعني يوجد تلك الثابت ك أم لا؟ لو ندقق هنا ونضع هكذا، نأتي بهذه القيم ناقص اثنان وواحد وناقص واحد. لاحظوا لو نقوم بقسمة هذا ناقص اثنان على واحد كم تعطينا النتيجة؟ تعطي لنا ناقص، لا تعطينا ماذا؟ ناقص
اثنان، يعني ناقص اثنان على واحد ناقص اثنان، نكتبها هنا ثم نكررها هنا ثم نكررها هنا كما تحدثنا. واحد، لاحظوا عندنا واحد في ناقص اثنان كم؟ ناقص اثنان. الأولى حققت، صفر في ناقص اثنان في الأصل كم؟ صفر، وهنا أعطي لنا ماذا؟ واحد. إذا لا يوجد ثابت ك، أي ما معناه؟ معناه أ ب لا يساوي كشعاع لا يساوي ك في أ سي. أي ماذا نقول؟ أي أن النقط، أي النقط أ فاصلة ب فاصلة سي تعين ماذا؟ تعين مستويا. الآن الاشتراط الأول أنه ليست على استقامية، بقي لنا الأمر الثاني، أعطي لنا معادلته. معادلته ها هي أبنائي، يعني تظهر هنا لكم جليا، ها هي المعادلة، معادلة تلك المستوي، ها هي. نأتي أولا، ما علينا إلا تعويض بالإحداثية. نأتي بإحداثيات النقطة أ هي الأولى، ها هي، ونعوض هنا وهنا وهنا. ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج لنا واحد زائد واحد ناقص صفر زائد اثنان وتساوي لنا ماذا؟ صفر. إذا أ تنتمي إلى P، أو أنها تنتمي إلى ABC، هذه النقطة أنها تحقق. نأتي الآن إلى النقطة الثانية اللي هي النقطة أبنائي B، ها هي النقطة B، لاحظ ها هي النقطة B. نأتي كذلك بوضع الإحداثية هنا، ماذا ينتج؟ ينتج اثنان وهنا زائد واحد وهنا ناقص واحد زائد ماذا؟ اثنان، ناقص اثنان عفوا، ناقص اثنان، يذهب هذا مع هذا مع هذا تساوي صفر. إذن تصبح كذلك نقول B تحقق، تحقق معناها المعادلة. عندنا كذلك النقطة C بنفس الخطة، ها هي النقطة سي أبنائي، ونلاحظ هل تحقق أم لا. بما أن السؤال قال بيّن، هو السؤال ليس هل، بيّن يعني يكون الجواب يجب أن يكون صحيحا، معناه سوف نأتي إلى بهذه القيمة ونعوضها هنا تصبح ناقص واحد، وهذه في مكان الإجراك كم؟ زائد اثنان، وهذه في مكان الزاد تصبح زائد واحد ناقص اثنان، يذهب هذا مع هذا مع هذا مع تساوي الصفر. كذلك سي إحداثيات، معنى سي تحقق المعادلة، أنا إحداثيات سي، معناه ماذا نقول؟ أصبحت النقط ليست على استقامية وتحقق المعادلة. إذن ومنه ماذا؟ المعادلة إكس زائد إيجراج ناقص زاد ناقص اثنان تساوي الصفر، هي معادلة ديكارتية، ديكارتية للمستوي. ما هو المستوي أبنائي؟ أ ب سي، بهذه البساطة المطلقة فقط. الآن أبنائي سوف نقوم باستخراج إحداثيات النقط من معادلة مستوي. ما معناه؟ معناه عندنا مستوي ونستخرج منه النقط. لاحظوا ماذا أعطيت لنا؟ أعطيت لنا معادلة مستوي، ها هو هذا مستوي P، وقال استخرج ثلاث نقط من المستوي. ما معناه؟ نحن نعلم أن المستوي هو مجموعة من النقط، يعني فيه نقط غير منتهية، ها هو المستوي. الآن كيف يمكن لنا أبنائي أن نستخرج معناه ثلاث نقط فقط؟ مثلا نستخرج نقطة A ونستخرج نقطة B ونستخرج مثلا نقطة C، بالرغم هو موجود فيه ما لا نهاية من النقط. هنا بكل بساطة أبنائي لاستخراج هذه النقط نعطي في الأول، لاحظوا، نعطي قيم لماذا؟ لX وY، ونبحث، لاحظوا، عن Z. ما معناه؟ لاحظوا، نعطي النقطة A، لاحظوا، نعطي لها قيم من عندنا، نعطي لها صفر وصفر، ثم الباقية نبحث عليها كيف؟ عوض هنا صفر وهنا صفر، ماذا بقي؟ بقي لنا ناقص زاد ناقص اثنان يساوي الصفر. لو ننقل زاد من هنا تصبح زاد تساوي كم أبنائي؟ تساوي لنا ناقص اثنان. انقل هذا أو انقل الآخر، لاحظوا، انقل من هنا تصبح ناقص زاد، لاحظوا، تساوي لنا اثنان، ومنه زاد يساوينا هذا الناقص، يذهب إلى هنا يصبح ناقص اثنان. إذن ها هي النقطة، النقطة الأولى. الآن هذه النقطة ما هي؟ هذه النقطة أ،
النقطة بي مثلا، نقطة بي نعطي لها قيم من عندنا، نعطي الاكس صفر واحد والإيجراج واحد والزد نبحث عليه. إذا لاحظوا واحد واحد معناه أعطوا لإثنان والبقية استخرجوها، ماذا تعطي لنا؟ لاحظوا تصبح واحد زائد واحد ناقص زاد ناقص اثنان يساوي صفر. يذهب هذا مع هذا مع هذا تصبح لنا ناقص زاد تساوي صفر، معناه زاد كم؟ يساوي صفر. إذا ها هي النقطة الثانية. الآن نأتي إلى النقطة الثالثة، معناه بهذه الطريقة يمكننا استخراج ما لا نهاية من النقط. نعطي النقطة الثالثة، النقطة الثالثة نعطي لها سي، نعطي لها مثلا واحد، لاحظوا نعطي لها مثلا واحد واثنان والزد نستخرجه، هنا واحد وهنا اثنان، تصبح لنا واحد زائد اثنان أو يذهب هذا مع هذا مباشرة، تصبح واحد ناقص زاد يساوي لنا صفر، ننقل الزاد من هنا تصبح واحد يساوي زاد. إذا ما هو؟ هي بكل بساطة كل مرة قوموا بإعطاء نقطة إحداثيات أعطوا الإكس والإيكس يبقى الزاد، استنتجوا أنتم من خلال حل تلك المعادلة فقط. هكذا يمكن لنا معناه أن نستخرج إحداثيات النقط. الآن سوف نتحدث أبنائي عن معرفة أن نقطة تنتمي إلى مستوي أو لا، معناه هل تنتمي أم لا. إذا نتابع جيدا، عندنا ها هو مستوي، مستوي بي ذو المعادلة هذه التي تظهر هنا، وعندنا النقطة A مثل ما كنا نتحدث، النقطة A ها هي أمامكم. السؤال بين أن النقطة A تنتمي إلى المستوي B، ما علينا إلا أن نعوض هذه بهنا، معناها تصبح هنا صفر، وهذه قلنا كم؟ تصبح واحد، وهذه أبنائي نعوضها هنا، ماذا ينتج؟ ينتج صفر زائد واحد زائد صفر ناقص واحد تساوي الصفر. نعم A تنتمي إلى P لأنها تحقق المعادلة. هذه واحدة. نأتي الآن إلى بي، قال بين أن بي لا تنتمي، بي لا تنتمي معناها البي لا تنتمي معناها لا تحقق المعادلة. إذا نتابع معناها سوف نأتي بهذه القيمة إلى هنا، معناها واحد وهذه هنا وهذه هنا، ماذا ينتج؟ ينتج لنا هذا زائد هذا كم؟ اثنان زائد اثنان، لاحظوا اثنان زائد اثنان ناقص واحد تساوي لنا كم؟ أربعة ناقص واحد اللي هي ثلاثة، لا تساوي الصفر. إذا ب لا تنتمي إلى ب لأنها لم تحقق المعادلة بهذه البساطة المطلقة أبنائي فقط. الآن أبنائي سوف نتحدث عن معادلة مستوي يوازي مستويا آخرا، يوازي مستوي آخر، معناه ها هو عندنا، لاحظوا أكتب معادلة المستوي P، لاحظوا الذي يوازي المستوي ذي المعادلة، مثلا هذا المستوي الثاني نسميه مثلا P فتحة ويشمل النقطة A. لاحظوا إلى هنا أبنائي، ها هو المستوي P، هذا هو المستوي P الذي يحتوي على النقطة A، ها هي أمامكم يشملها، وعندنا مستوي بي فتحة، ها هو مستوي البي فتحة الذي هنا باللون الأحمر. لو ندقق جيدا لاحظوا إلى شعاع الناظمي هو يوازي، ها هو أمامكم أصبح يتوازيا. ماذا أصبح الشعاع الناظمي يا أبنائي للمستوي بي؟ هذا الشعاع الأخضر إذا سميناه أن، نلاحظ أنه أصبح يشكل زاوية قائمة، معناه يصبح شعاع الناظمي للمستوي بي اثنان هو نفسه الشعاع الناظمي المستوي بي. إذا قلنا يعين مستوي بماذا؟ بنقطة، نقطة ما هي أبنائي؟ النقطة هي A، وشعاع ناظمي من هو؟ شعاع ناظمي أن. ذو المركبات ما هي أبنائي؟ هي القيم المضروبة في المجاهيل اللي هي الناقص واحد والاثنان والواحد. معنى هذا المستوي، إذا لاحظوا جيدا، هذا المستوي البي فتحة إذا سميناه، هذا بي فتحة سوف يعطي شعاع الناظم للمستوي بي، يعطي للمستوي بي شعاع ناظمي، لماذا؟ لأنه متوازي. لاحظوا لاحظوا أبنائي بكل بساطة، معناه حتى لو نبحث هكذا يصبح كأنه منطبقان، يصبح يعطي له الشعاع الناظمي، مع معناه تصبح A M K
كشعاع سلمي ان اللي هو الشعاع الناظم لي هذا هو اللي هو ان بي فتحه يساوي الصفر. لماذا؟ لان يصبح هذا الشعاع، لاحظوا الى هذا الشعاع، لاحظوا ابنائي هذه النقطة ام، يصبح هذا الشعاع لو ياتي هذا ويقترب منه هكذا يصبحان متعامدان. النقطة ام دائما احداثيها اكس وايكغيك وزد، تصبح اكس وايكغيك وزد ناقص 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 احداثيات الا ها هي امامكم، تصبح هنا زائد واحد وهنا ناقص اثنان وهنا زائد ثلاثة، مضروبة في الشعاع الناظم للمستوي الثاني اللي هو بي فتحة اللي هو الناقص واحد والاثنان والواحد هكذا تساوي الصفر. ما علينا الآن أبنائي إلى إكمال النشر في الجداء السلمي. قلنا أن الجداء السلمي أنه هذا في هذا، لما ننزل هكذا نجعل زائد وهنا زائد، ما معنى؟ معنى تصبح لنا إكس زائد واحد في ناقص واحد زائد إيكغيك ناقص اثنان في اثنان زائد زاد زائد ثلاثة في ماذا؟ في واحد يساوي الصفر. الآن نكمل النشر، تصبح إكس تصبح ناقص إكس ناقص واحد هذا في هذا وهذا في هذا زائد اثنان إيكغيك ناقص أربعة زائد زاد زائد ثلاثة يساوي الصفر. معناه ينتج أنه ناقص إكس يصبح زائد اثنان إيكغيك زائد زاد، وعندنا هذا مع هذا كم؟ ناقص واحد، ناقص واحد مع الناقص واحد يصبح ناقص اثنان يساوي الصفر. هذا هو الشعاع، هذه هي معادلة ديكارتية للمستوي بي الموازي لمستوي بي فتحة. ذو الشعاع الناظم ها هو أمامكم، ناقص واحد واثنان وواحد، ها هي أمامكم بكل بساطة. قلت هذا مع هذا كم؟ ناقص واحد، والناقص واحد مع الناقص واحد يعطينا اثنان بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي. الآن أبنائي سوف نتحدث عن معادلة مستوي معرف بثلاث نقاط. لو ندقق هنا عندنا ها هو مثال مستوي معرف بثلاث نقاط. لاحظوا عندنا كيف، ماذا تقول القاعدة؟ تقول القاعدة لتعيين معادلة ديكارتية لمستوي بي المعين بثلاث نقاط A B C نبحث أولا عن الشعاع الناظم اللي هو، لاحظوا ها هي مثلا A، هذا الشعاع A، لاحظوا ها هو الشعاع، إذا نقول هنا A B و C وليكن الشعاع الناظم أن، ها هو أبنائي لاحظوا، بحيث يكون هذا الشعاع الناظم عمودي على AB كما هو عمودي، لاحظوا هنا، على AC. هذا هو الشعاع الناظم يا أبنائي، حيث الشعاع الناظم هذا مركباته A وB وC. الآن ما هو المطلوب في هذه؟ هو إيجاد المعادلة أو إيجاد ماذا؟ وذلك بحل. نتابع جيدا. إذا ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج هذا الشيء، ركزوا نتابع، ها هي، ينتج أن آن سلمي أبي، آن سلمي أبي، بما أن هنا بينهم زاوية قائمة اللي هي 90 درجة، ماذا نقول؟ نقول آن سلمي أبي يساوي ماذا؟ يساوي صفر. ويكون كذلك ان اللي هو هذا الشعاع الناظمي عموديا على الاسي، ما معناه؟ معناه ان سلمي اسي يساوي الصفر، مع انه احدى مركبات ابنائي الان، لاحظوا مركبات الان هي ا بي سي مينيسكيل، ها هي امامكم مركبات هذا الشعاع العمودي ان الذي هو عمودي على المستوي ا بي سي او المستوي ما نسميه المستوي بي. المستوي P من الشكل ماذا؟ من الشكل AX زائد BY زائد CZ زائد D، ثم يتم تعيين D بتعويض إحداثيات أو إحدى النقط A B C في المعادلات بهذه البساطة. ها هو عندنا سوف يعني بأبسط طريقة سوف أبنائي لاحظوا جيدا، نأخذ هذا المثال لأنه مفصل.
قال بين أن النقط A, B, C تعين مستوي. إذن حتى تعين مستوي معناه يجب أن تكون ليست على استقامية. معناه نقوم إذن واحد البرهان أن النقط A و B و C تعين ماذا؟ تعين مستوي أو ليست على استقامية. معناه نقوم بحساب مركبات الآبي. لاحظوا الآبي نكتب مركبات الآبي اللي هي صفر صفر ناقص واحد ناقص 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 إحداثيات الآ اللي هي ناقص واحد تصبح هنا واحد وهنا واحد واحد بهذه البساطة. تصبح كم أبنائي؟ تصبح لنا واحد وناقص واحد وناقص اثنان. هذه مركبات الآبي. نأتي الآن إلى مركبات الآ الآ سي. لاحظوا نكتب مركبات السي ها هي أبنائي اللي هي ثلاثة ثلاثة وناقص اثنان وواحد ناقص 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 إحداثيات الآ اللي هي تصبح هنا واحد وهنا واحد واحد هكذا. لأن هذا الناقص يصبح هنا مع الناقص يصبح زائد. يصبح هنا أربعة مع ناقص ثلاثة مع الصفر لأن واحد ناقص واحد هو أبنائي هو الصفر. الآن نلاحظ إلى الأشعة مركبات الأول مع مركبات الثاني. لاحظوا لو نقوم بهكذا حتى تكون دائما الأمور بسيطة أربعة ناقص ثلاثة وصفر. دققوا هل يوجد تلك الثابت أم لا. لو نقوم بقسمة أربعة على واحد كم؟ نجد أنها هي الأربعة. الآن سوف نبقي تلك الأربعة نفسها نضعها هنا ونضعها هنا ونلاحظ هل تحقق لنا الثلاثية. واحد في أربعة كم؟ أربعة تحقق. ناقص واحد في أربعة كم؟ هي ناقص أربعة لكن النتيجة هنا كم؟ ناقص ثلاثة. ماذا نقول؟ ومنه لا يوجد ثابت ك. إذن تصبح AB لا يساوي ك في AC. معناه النقط ماذا نقول عليها أبنائي؟ معناه أي النقط A وB وC تعين ماذا؟ تعين مستويا. معناه ليست في استقامية. الآن بعد ما أكملنا مع تلك اللي هي أن النقط ليست على استقامية نأتي الآن إلى الأمر الآخر. نتابع جيدا أبنائي. ثم قال عين شعاعا ناظميا. سوف نقوم بتعيين شعاع ناظمي. قلنا ماذا يحقق لنا الشعاع الناظمي؟ سوف يحقق لنا هذه العلاقة مع أن مركباته هي AB C مينيسكيل. نتابع جيدا أبنائي. معناه نقول AB سلمي N. ها هي القاعدة سوف نكمل معها. نتابع ركزوا أرجوكم. تصبح N ما هي مركبات الآن؟ هي A B C. إذن أي نأتي إلى هنا نكتب A و B و C هكذا. ركزوا أرجوكم أبنائي حتى تتعلموا إلى هذه الأشياء. لاحظوا إذن هكذا سلمي ماذا؟ سلم مركبات هنا واحد ناقص واحد وناقص اثنان يساوي الصفر. عندنا كذلك الآن أبنائي كذلك سوف نكمل مع الشرط الثاني هنا أي ماذا؟ أي أن كذلك A و B و C سلمي مركبات الآسي اللي هي أربعة وناقص ثلاثة وماذا وصفر تساوي الصفر. الآن ماذا ينتج أبنائي بهذه البساطة بما أن هنا الجداء يعني السلمي؟ ينتج لنا سوف نكمل أي هذا في هذا يصبح لنا A. ركزوا سوف أكتب بلون مغاير A وهذا في هذا زائد هذا في هذا اللي هو ناقص B. ثم عندنا هذا في هذا ناقص اثنان C يساوي الصفر. كذلك في الثانية أي هذا في هذا كم؟ يصبح لنا أربعة A وعندنا هذا في هذا ناقص ثلاثة B وهذا في هذا اللي هو زائد صفر يساوي ماذا؟ الصفر. لاحظوا جيدا نقطة بنقطة أبنائي حتى تتعلموا. الآن السي كم؟ السي قلنا أنه صفر يعني ليس السي يعني كسي لكن هو معناه
أن ضرب السي في الصفر أعطيت لنا الصفر. ماذا تحصلنا؟ تحصلنا على هذه القاعدة، معناه جملة معادلة فيها ماذا؟ فيها ثلاث مجاهيل بمعادلتين. هنا يمكن لنا أبنائي أن نفعل ماذا؟ ما رأيكم الآن أبنائي لو نقوم بتثبيت السي؟ السي نعطي له قيمة، نقول نضع، هنا دائما ضعوا هذا الشيء، قولوا نضع سي يساوي لنا واحد. لاحظوا سي يساوي واحد، ماذا ينتج؟ ينتج أ ناقص ب ناقص